ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد ومع قناتكم قناة البيمي توين ومع منصة الجو ترانسكريبت، منصة تقوم بالتفريغ الصوتي للملفات سواء اذا كان ملف صوتي او ملف فيديو. طبعا الكلام اللي بيتقال في الملف كله انت بتكتبه، ده شغل المنصة، مفيش قواعد نحوية، لا حتى لو النص كله اخطاء نحوية لازم ان انت تكتبها زي ما هي بالظبط. وده ميزة الترانسكريبشن، تفريغ صوتي، عن الترانسليشن اللي هي الترجمة، وان لازم الاخطاء الاملائية لازم انها ما تكونش موجودة في الترانسليشن. طبعا بعد كده الى منصة الجو ترانسكريبت، وتعالوا مع بعض كده نتجه الى اسفل المنصة. طبعا احنا حساب جديد، سجلنا حساب جديد ساين اب وكده ساين ان، وبعد كده ما سجلت دخولك في هذه المنصة بالذهاب الى اسفل المنصة والضغط على كلمة ورك اللي هي العمل عشان نقدم طلب وظيفة ونخوض الامتحان الخاص بامتحان القبول طبعا. وبعد كده بتأتي الى كلمة الابلاي ناو الموجودة قدامك دي، اضغط عليها وحدد اللغة الانجليزية. بعد كده ابتدي يفتح لي امتحان، وامتحان ام سي كيو او امتحان كويز، وفي قال لك لازم تتبع قواعد الجايد لاينز ولازم تحل 100% من هذا الامتحان. طالما بعد كده نحل الامتحان، ولكن بالنسبه لقواعد الجايد لاينز انا هفتحها كده بحيث لو احتجتها هنعود اليها، وعندك فيديو في صندوق الوصف في جميع التعليمات الخاصه انا شرحتها في فيديو خاص بقواعد الجايد لاينز الخاصه بهذه المنصه، وتعالوا مع بعض كده نحل الامتحان. بعد كده لو جينا الى الامتحان هتلاقي طبعا السؤال الاولاني بيقول لك وات از ذا هول اباوت هذه الاقواس طبعا ان جايد لاينز. طبعا هذه الاقواس لا تستخدم، انا بستخدم الاقواس اللي هي دي تمام، وبالتالي الاجابه هي البي، ان هذه الاقواس should never be used for the timestamp. لو طلب منك توقيت زمني ما تستخدمهاش، ولكن هذه الاقواس اللي بتكون بولد بهذا الشكل اللي فيها التوقيتات الزمنيه هي الصيغه السليمه، is a correct form of time stamping، and مثلا هذه الاقواس isn't، ان هي لا تستخدم. السؤال الثاني بيقول ايه؟ السؤال التاني بيقول لك what should you do if you can't identify who exactly is speaking، يعني انت مش قادر تحدد مين اللي بيتكلم في الملف الصوتي او في الفيديو، وفي اتنين بيتكلموا او ثلاثة وانت اتلخبطت هو التاني ولا التالت، بقوم عامل علامة استفهام قبل المتحدث او قبل الاسم اللي انا شاكك فيه بهذا الشكل تمام، يبقى كوتيشن مارك او كوتيشن مارك طبعا قبل اسم المتحدث، وبالتالي الاجابه هي البي اللي هي يوز سبيكر ليبل بات ويز كوتيشن مارك بيفور، يعني قبل بهذا الشكل اتسترا يعني الى اخره وهكذا. بعد كده السؤال الثالث بيقول لك اي نقط فريلانسر، يبقى اي ام فريلانسر مفيش مشكله. بعد كده هاو شود يو ترانسكرايب سبوكن كونستراكشن عفوا، يعني كلمة اس او دونت او كانت طبعا انا تكتبها زي ما هي، ما ينفعش اقوم فاصلها واقوم مثلا كاتب دو نوت، ما ينفعش اكتب ات از تمام، ما ينفعش اكتب كلمة كان نوت اللي هي كانت، لا تكتب زي ما هي كده بالشكل ده، فالاجابة هي البي. السؤال الخامس جود فريندز هم اصدقائي نقط، فهي ذي ار جود فريندز في استقطاب بيكونوا سلام، فالاجابه هي الاي والبي. السؤال السادس بيقول لك تشوز ذا كوركت سبيلنج، طبعا هي كلمه جو ترانسكريبشن بهذا الشكل، وده طبعا البدايه بتكون كابيتال، هي كلمه جو والتي بتكون كابيتال، وهتلاقي بص لفوق كده هتلاقي موجوده في اسم طبعا مين، اسم المنصه، وبالتالي الاجابه هي الاي. بعد كده السؤال السابع بيقول لك هاو شود ذا نيم اوف فيلم وماجازينز، هي طبعا بالنسبه لاسامي الكتب والمجلات وعناوين الاغاني والاعمال الفنيه والبلايز والتيفي راديو بروجرام فور ذا اكسبشن التعبيرات الاجنبيه لوك ان ذا ترانسكريبشن في الترانسكريبشن، فالحاجات دي كلها لازم تكون بولد بخط مائل، فهي شود بي اولويز بي اتلايز، يعني لازم تكون خط مائل، بولد لا ما بتبقاش بولد، بتبقى خط مائل نوت بولد، يعني ما بتبقاش بولد، وبالتالي الاجابه هي البي. فالحاجات دي كلها الافلام والكتب والمجلات وسونج تايتل عناوين الاغاني والاعمال الفنيه والالعاب والحاجات دي لازم تكون لها بخط مائل، ات شود بي اتلايز. السؤال الثامن بيقول لك هاو شود يو سيجن اوف اوت نوت بينك كلمه البطاقه، بالنسبه لصوت الضحك طبعا بتكتب كلمه اقواس اللي هي العاديه ما تبقاش بولد وبتكتب كلها سمول، والاجابه السليمه الوحيده هنا هي الاجابه هي دي. بعد كده السؤال التاسع بيقول لك هاو تو نوت سيجن بوست في التوقف، التوقف لازم يكون بولد، لازم يبقى الوحيده اللي فيهم هنا بولد اللي هي دي اللي هي التوقف والتوقيت الزمني وهذه الاقواس، وطبعا نشرتها زاد ما تقلش عن 10 ثواني، يعني من اول توقف ووصل ل 10 ثواني هتقوم عامل البوست توقف ده واكتب بدايه التوقيت اللي فيه توقف، فالاجابه هي السي. بعد كده السؤال العاشر بيقول لك if you can working in the end من 5 ل 15، انت شغال في ملف صوتي من الدقيقه 5 للدقيقه 15 كل 30 ثانيه هتفتح توقيت زمني وده طلب العميل، فانا هبدا منين؟ هبدا من الدقيقه اللي هي الخامسه، وبتبقى اقواس اللي هي بولد وبتبقى هذا الشكل اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده، فالاجابه هي السي.
طالما بعد نهاية الامتحان تاني، السؤال الأولاني الإجابة هي البي، السؤال التاني الإجابة هي البي، السؤال التالت الإجابة هي البي، السؤال الرابع الإجابة هي البي، السؤال الخامس الإجابة هي الإي والبي، السؤال السادس الإجابة هي الإي، السؤال السابع الإجابة هي البي، السؤال الثامن الإجابة هي الدي، السؤال التاسع الإجابة هي السي، السؤال العاشر الإجابة هي السي. بالضغط على الكونفيرم هبتدي بعد كده يحولنا إلى الامتحان الصوتي. ناخد بالنا من حاجة، إنه قال لك أنا عايزة في صيغة الكلين فيرب تام، اقعد لقواعد الجايد لاينز وشوف صيغة الكلين This فيرب تام audio بتلاقي is إيه، used for وقال the لك وشو transcriber بتستخدم task يعني at بدون Go أي تغييرات Transcript. بتكون زمنية. Okay, well, Steve. طبعا المحادثة بتاعت ستيف أعتقد نفس المحادثة الخاصة بالأمس. طبعا طبعا بنعود بعد كده إلى منصة اللي هي اسمها السونيك. عودنا طبعا لمنصة السونيك، وأعتقد دي المحادثة اللي هي الخاصة بستيف. أعتقد هي دي محادثة كنا عملناها قبل كده. هنستخدم منصة تعمل بالذكاء الصناعي، وهي منصة السونيك دوت اي اي. هتسجل حساب جديد وتفعل حسابك من خلال الإيميل بأي إيميل عشوائي سجل بيه مش إيميلك الأساسي، وبعد كده يا باشا هيفتح لك نص ساعة بتكون مجانية، ولكن هذه المنصة بتكون مفتوحة اللي هي السونيك. طبعا المحادثة هي خاصة بالستيف، هنتأكد منها ونشارك منها كده. I'd like to ask you how your day was. I understand you had some problems with a machine. Can you tell me about it while I do the dishes? طبعا بالظبط هي المحادثة الخاصة بستيف اللي هي المحادثة دي عملناها قبل كده، وهي مسجلة جاهزة في المنصة اللي كنا شرحناها قبل كده. طبعا بعد كده هنسمع الملف الصوتي ونشوف الكتابة الموجودة هنا. تمام، وهنعود إليكم بعد كده. This audio is used for the transcriber test at Go Transcript. Okay, well, Steve, I'd like to ask you how your day was. I understand you had some problems with a machine. Can you tell me about it while I do the dishes? Just start talking. So, well, between the balancing machine, we found out that the load sensors on the left side and right side both work by swapping the cables. But the indication on the screen still shows no load values in grams on the left side. I inspected the circuit board to see if there was any loose connections on it. That will mean it's a current loop load cell that maybe has an open connection, but normally it'll show an error. The signal won't actually show you anything. This is trying to show us something, but it's not the correct value. And coupled with that, the timing on the weight balance is now going to show that 90 degrees off axis from where it should be. So if it's just at 0 degrees by 12 o'clock, at 0 degrees or 12 o'clock, we put the imbalance weight there and it shows it at 90 degrees instead of at zero, and if I put the weight at 90 degrees, it shows it at 180 degrees, etc. So there's a definite problem with the calibration on that. So we need to get Hoffman America out there to do a calibration on the units. They'll at least look at it, but since I think the data acquisition board is having a problem, we've actually looked on eBay and found one at a low price, and it would still need to be calibrated regardless. Let me interrupt you to ask you a quick question. How much do you think that this might cost the company? Well, to get the service deck out, they quoted us $4,000. Okay. And the board might be, I don't know, $2,000, $2,500 on top of the service deck coming out. So. Mm-hmm. Maybe $6,500, $7,000 last time we were done. Wow. I could buy a nice used Toyota, huh? Yeah. Maybe. You could. Actually, in some places you can get a nice car for that price. Yeah. Still working. A Celica or an Edsel? An Edsel? Yeah. Working? Maybe not. Well, you know, we can dream, can't we? You know, to dream, the impossible dream. Finding a car that works for $8,000. Well, nine out of 10 car lovers would love to have an Edsel in working condition, so I've heard from Jay Leno's garage. What? I didn't hear that report. I'm sure I'm not one of the nine out. I'm actually the one out of the 10 that doesn't. Okay. So the nine other people that do. That
could be. Well, thank you for telling me all about your day, and I'm sure that the future transcribers of Go Transcript will appreciate it as well. This audio is used for the transcriber test at Go Transcript. وبكده يكون انتهت طبعا الملف الصوتي. وطبعا مؤسسة سونيك وضحت لنا كل شيء. خلي بالك اللي انت في الترانسليشن طبعا كلمه اللي هي في التفريغ الصوتي اللي هي از يوز فور ترانسكريبر تسال جو ترانسكريبت ما تكتبهاش في البدايه وفي النهايه، مش هتكتب الحاجات دي كلها. هسيب لك نسخه في صندوق الوصف ان شاء الله من هذا التكست، نسخه بي دي اف ونسخه خاصه بالاوفيس بحيث اللي انت تعدل عليها. هسيب لك كمان فيديو كمان بهذه المحادثه في صندوق الوصف، كنت شرحته قبل كده مدته ساعه كامله في موضوع الترانسكريبشن اللي هو التفريغ الصوتي لهذه المحادثه. ده كله هيكون ان شاء الله في موجود في صندوق الوصف قواعد الجايد لاينز. شيك يا باشا بالاوفيس تمام، او بالشات جي بي تي، ممكن تشيك من خلال الشات جي بي تي تمام. بس هسيب لك النص كمان في صندوق الوصف، ولكن ما تعدلش في الاخطاء اللغويه او النحويه، اوعى تعدل فيها. الاخطاء الاملائيه فقط هي اللي انت هتعدل فيها. ومش تنسى ان انت في النهايه ان انت هتكتب النص كله هنا تمام في الامتحان ده، وانك لازم تعتمد الامتحانين بالضغط على كلمه send it for review. بالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.